الآن نتحول إلى العاصمة المصرية القاهرة والمؤتمر الصحفي المشترك بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريز. التطورات الخاصة بالحرب في غزة والأوضاع الإقليمية، وفي الحقيقة أبدأ بأن أتوجه بالشكر للحكومة الإسبانية للشعب الإسباني على تمسكه بالقيم والمبادئ والالتزام بقواعد القانون الدولي في إطار رؤية واضحة تتسق إلى حد كبير مع الرؤية المصرية إزاء التطورات الخاصة بالحرب في غزة وكل المواقف التي اتخذتها إسبانيا، هي دليل آخر على عمق الروابط التاريخية التي تربط فيما بين إسبانيا وليس فقط مصر ولكن منطقة المتوسط، منطقة الشرق الأوسط، علاقات تاريخية جمعت بين شعوب المنطقة وإسبانيا، علاقات نعتز بها ويزداد اعتزازنا لهذه المواقف النبيلة الملتزمة بمنظومة القيم والأخلاق والتقدير، لأن كل حياة هي جديرة بالاحترام، ويجب العمل لوقف الأعمال العسكرية في النزاعات المسلحة ومراعاة الاعتبارات الإنسانية. فيما يتعلق بعلاقاتنا الثنائية، فهناك اهتمام بزيادة وتيرة الزيارات المتبادلة على المستوى السياسي، العمل على زيادة مساهمة الشركات الإسبانية في جهود مصر التنموية، وأيضا العمل على زيادة الاستثمارات وحجم التجارة فيما بين البلدين. وكان هناك طرح فيما بيننا كيفية زيادة الاهتمام لدى المستثمرين في البلدين بمجالات التعاون، تفعيل مجلس الأعمال القائم بين البلدين، والعمل على زيادة وتيرة الاستفادة المتبادلة من العلاقات الاقتصادية، أيضا تنمية العلاقة الثقافية، وأيضا ترجع للعلاقات التاريخية اللي تربط بين الثقافتين، ولدينا كل اهتمام بهذا الإطار. بشكر أيضا إسبانيا على الدور الذي تلعبه في إطار الاتحاد الأوروبي في التعريف بما تواجه مصر من تحديات، وضرورة العمل المشترك فيما بين مصر والاتحاد الأوروبي كشريك يعتد به ويعتمد عليه، يتناول القضايا أيضا من منظور مبادئ من احترام القانون الدولي ومراعاة المصالح المتبادلة لكل من مصر والاتحاد الأوروبي. وكان دائما لدور أسبانيا وتعرف بقية أعضاء الاتحاد نظرا لقرب وجودنا في إطار متوسطي، نفهم بعضنا بعض، نفهم التحديات التي تواجهنا، نفهم أنه هناك اختلافات ثقافية لابد من مراعاتها، ولكن الدور الإسباني في دعم مصر خلال هذه المرحلة ودفع آليات الاتحاد الأوروبي لمزيد من الاهتمام بمصر على المستوى السياسي والاقتصادي أمر نعتز به، وأكرر الشكر للحكومة الإسبانية على هذا الدور الحيوي واللي كان له أثر، وسوف يتبلور هذا الأثر خلال اللقاءات التي سوف تعقد في القاهرة إن شاء الله يوم الأحد القادم بالترفيع العلاقة فيما بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى العلاقة الاستراتيجية الشاملة. مرة أخرى برحب بمعالي الوزير، وبالتأكيد أنه رؤانا متسقة فيما يتعلق بالأوضاع في غزة، سواء من حيث ضرورة وقف إطلاق النار الفوري، مراعاة الحالة الغير مسبوقة للضحايا المدنيين وما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من صعاب بالغة وصلت إلى حد المجاعة في الشمال، عدم القدرة حتى الآن على توفير المساعدات بالكميات الكافية نظرا للإجراءات المعقدة
والمتعمدة التي تتخذ من قبل الحكومة الإسرائيلية، ضرورة رفع مستوى المساعدات التي تصل لمواجهة التحديات اللي يواجهها الشعب الفلسطيني، الإدراك الكامل لمخاطر أي أعمال عسكرية في منطقة رفح في ضوء التكدس من الفلسطينيين في هذه المنطقة، المخاطر المرتبطة باستمرار الإجراءات الإسرائيلية العسكرية وغير ذلك للدفع بنزوح الفلسطينيين سواء من قطاع غزة أو من الضفة الغربية لتصفية القضية الفلسطينية ولانتقال العبء إلى دول الجوار. كل ذلك قضايا متوافقين على أهمية التعامل معها، الرفض التام لاستمرار هذا الوضع سواء العسكري أو الإنساني أو احتمالات النزوح، توسيع رقعة الصراع بالمنطقة، كلها أمور نعمل سويا على مستوى الثنائي على مستوى المتعدد في الأطر التي نعمل من خلالها، مجموعة الاتصال العربية الإسلامية، دور إسبانيا في الاتحاد الأوروبي. فبنشكر مرة أخرى المواقف الإسبانية في هذا الصدد، وسنستمر في العمل معها لمواجهة هذا التحدي والتحديات الأخرى، تحدي الإرهاب، تحدي الهجرة غير الشرعية، مجالات كثيرة، ولكن نعمل من خلال الثقة المتبادلة، من خلال الاحترام المتبادل، من خلال الاعتزاز بعلاقة تاريخية نعمل على تطويرها، وبرحب به ويتفضل. وزير الخارجية سامح شكري بادئ ذي بدء، أتوجه بخالص الشكر على كرم الضيافة التي قدمتموها إلي خلال هذه الأيام، وأتمنى لكم وللأمة الإسلامية رمضان كريم. كذلك أشكر جزيل الشكر رئيس جمهورية مصر العربية الذي شرفت بلقائه اليوم، كان لدي رغبة أن أزور القاهرة اليوم وفي ظل هذه الظروف صعب لأن هذه الدولة وهذه الحكومة التي بشكل مباشر، ووزير الخارجية أيضا، وزير الخارجية معالي وزير شمح شكري يلعبون دورا هام وبارز في هذه المرحلة التي يعاني منها قطاع غزة. إسبانيا ومصر دولة بفضل العلاقات الثنائية، نحن اليوم تحدثنا عنها جميعا، ولدينا تاريخ مشترك، تاريخ في البحر المتوسط، وتاريخ يجعلنا ندرك المهام والمشاكل التي نعانيها. مصر صديق وشريك هام بالنسبة لمصر في البحر المتوسط، وكذلك تلعب مصر دور مهم على المستوى الأفريقي، فهي قارة هامة بالنسبة لمملكة إسبانيا. كل هذا يجعل من مصر شريك هام ومحاور هام بالنسبة لإسبانيا. اليوم أدركنا مجددا في المباحثات السياسية التي أجرناها على مدار اليوم على كافة الأصعدة التي الثنائية، وتبادلنا خبرات ورؤى كيف يمكننا تعزيز هذه اللقاءات ونمضي بها قدما. وبالتالي لدينا علاقات ثنائية جيدة على المستوى الاقتصادي، وكذلك تحدثنا عن مجالات جديدة يمكن أن نتعاون بها، وكذلك التعاون في التطوير، وكذلك أسبانيا مع مصر في كل ما يتعلق بتقديم الدعم والأولويات الخاصة بالتطوير والتنمية في مصر، سواء على مستوى الصعيد الثقافي. لدينا هنا في مصر المركز الثقافي السيربانتس، وهو مركز ثقافي هام، هو الثالث على مستوى العالم الذي يعلم اللغة الإسبانية. كذلك من النقاط الهامة التي تحدثنا عنها اليوم هي المسائل المتعلقة بقطاع غزة، ونحن على صلة وشيك، نحن والمعالي وزير خارجية مصر منذ
بداية هذه الأزمة على صلة وثيقة باستمرار، وبالتالي أتوجب خالص شكر بفضل على التعاون المستوانة الذي سمح أن ننسق معا الهدف الواحد الأوحد الذي ندافع عنه هو السلام. نسعى في السلام سواء في فلسطين سواء في المنطقة سواء لكل دول الشرق الأوسط. وبالتالي أحب أن أشير إلى أهمية التعاون والقيادة المصرية والدور الذي تلعبه مصر فيها في التفاوضات من أجل أن الحصول على شيء إسبانيا تبحث عنه، أن نقف النار. وبالتالي الدور الذي تلعبه مصر هو دور هام، وهو الدور الذي تدافع عنه وتساهم به مصر هو المساهمات، مساهمات ومساعدة المجتمع المدني في غزة. وأخيرا وليس آخرا أيضا أن نضع إطار يسمح لفلسطين تعيش في سلام، منطقة تعيش في سلام ما بين فلسطين وإسرائيل. إسبانيا ومصر ما يهمنا نحن اللي هو أن نقف إيقاف النار وأن نقف هذه الأزمة الكارثة الإنسانية التي تعاني منها شعب أعزل لا حول له ولا قوة. مصر وصفت بدقة هذه الأزمة الإنسانية لأننا نراها يوميا على الحدود. وبالتالي نحن أيضا دول كثيرة، وهذا ما نقلته لمعالي وزير سامح شكري، نحن ندرك تداعيات هذه الأزمة الإنسانية سواء بالنسبة لمصر أو بالنسبة لكل منطقة الشرق الأوسط إذا ما استمرت لهذا. ولذلك مصر تساند مصر وأسبانيا عفوا تساند مصر وكل الدول التي ترغب في السلام. ولذلك هذه الزيارات التي يقوم بها اليوم إلى القاهرة وهي أيضا نداء إلى كل المجتمع الدولي من أجل أن نرى بصورة أخرى، نرى على أي حيث نجد 30,000 مواطن فلسطيني فقدوا أزيقت أرواحهم، هم الفلسطينيين، هم الفلسطينيون الذين قتلوا، ولكن أيضا الفلسطينيون الذين يعانون من المجاعة، يعانون. أونروا تعلم جيدا هذا الواقع، وهذا يحاول هذه المشكلة مشكلة جسيمة. وبالتالي لكل 6 مليون لاجئ فلسطيني سوف نستمر في تمويلهم وسوف نقدم للأونروا كل المساهمات الكامنة. شرفت أيضا بن سمعت للأسف لاجئين فلسطين في الأردن حيث كنت في الأيام السابقة، ولكن أيضا تبادلت مع زميلي وصديقي معالي وزير سامح شكري الواقع المرير الذي نراه اليوم، هو موقف حساس ويمكن أن يهز المنطقة. ما يحدث في غزة يعنينا جميعا، يعني في المقام الأول دول الجوار، ومصر تأخذ خطوات هامة في هذا المجال، ولكن كلنا بما في ذلك إسبانيا وكل الاتحاد القريب نحن معنيين بذلك. كذلك المجتمع الدولي، المجتمع الدولي لا يمكن أن يظل ثابتا. مصر والولايات المتحدة الأمريكية وقطر بالفعل منذ الوقت الأول بدأت تشغل كل الآلية الدبلوماسية والوساطة من أجل إيقاف النار، وإسبانيا تساند بكل قوتها هذا القرار. هذه هي الخطوة الأولى في سلم طويل للإنجاز القول، وعلينا أن نصعده من أجل أن نتمكن من إيجاد الحلول، حل الدولتين. هذه الرؤية السياسية، هذه الرؤية هي الواضحة التي لا رجعة فيها، هي أفضل إجابة وأفضل سند للسلطة الفلسطينية من أجل أن تقوم بالمهام الصعبة هو إعادة بناء غزة بمجرد أن إيقاف النار، وسوف يكون هناك مساندة لها من كلنا جميعا. كلنا سوف نشارك من أجل السلام، ولكن السلام لن نتمكن من أن نحصل عليه إن لم نجد حل الدولتين. يجب أن نزع دولة فلسطينية جانبا إلى جانب للدولة الإسرائيلية، وبالتالي علينا أن نتوجه في هذا الإطار، وعلينا ولذلك يجب إجراء مؤتمر دولي. بالفعل هناك اجتماع حول السلام الذي تحدثنا عنه من قبل، ولكن علينا أن نتحدث في هذه الآلية. بدأنا في مدريد عام 91 في هذه الرؤية للدولة الفلسطينية تعيش بسلام بجوار الدولة الإسرائيلية. إسبانيا على علم وعلى يقين أن لديها صديق وقوي في مصر ومعالي وزير الخارجية سامح شكري، فهو حليف قوي لن يتنازل عن هذه المبادئ من أجل أن تكون هذه المنطقة منطقة سالمة للجميع.
شكرا جزيل الشكر معالي الوزير على هذا الترحاب، شكرا على أنك دائما هنا لتستجيب لنا ولكل، وأنا أتوجه بخالص شكر لك وأقول ذلك أمام الجميع لكل المساندات التي تقدمها مصر وحضرتك على وجه التحديد تقدمها من أجل أن إخراج الأسبان والأسبانة الذين يحملون الجنسية الفلسطينية. شكرا جزيلا من كل قلبي، وأتمنى لكم التوفيق الكام في هذه المهمة الشاقة، لأن نجاحكم هو نجاح الجميع وسوف نحتفي به قريبا نحن الذين ندافع عن السلام. شكرا جزيلا لكم. الوزيرين، أستاذة سوزي جنيدي تفضلي، السؤال لمين؟ شكرا سؤالي سيادة الوزير. نتابع منذ أيام قليلة عن تصريحات أوروبية حول حزمة تمويل دعم تمويلية لمصر خلال الفترة القادمة، وحضرتك ذكرت أنه هيكون في اجتماع يوم الأحد أيضا، في ضوء حضرتك ممكن تطلعنا في ضوء المباحثات اليوم حوالين، هل في مزيدا من الحديث حوالين العلاقات الاقتصادية المصرية الأسبانية، وأيضا حوالين دور أسبانيا بالنسبة لهذه دعم هذه المبادرات الأوروبية والحزمة التمويلية؟ شكرا. زي ما تحدثت أنه خلال اللقاء تناولنا بشيء من التفصيل الرغبة المشتركة لدعم مستوى التبادل التجاري فيما بين البلدين، تشجيع الاستثمارات الإسبانية للمشاركة في جهود مصر التنموية في مشروعات القومية من باب التجربة والثقة في التكنولوجيا الإسبانية، وأنه دائما كانت إسبانيا تقدم ولا تبخل في أن تكون العلاقة علاقة تشاركية، علاقة يتم من خلالها دعم قدرات مصر والارتخاء بها، وأنه العوائد اللي تمت هي تبشر أن استمرار أن هذه المصالح مصالح مشتركة لكل من مصر وإسبانيا. تفعيل مجلس الأعمال والعمل على اكتشاف مزيد من الفرص، لكن أيضا الاستفادة من الآليات الموجودة ومن ضمنها آليات في ضمان الاستثمارات التي توفرها الحزمة الأوروبية اللي سوف يعلن عنها، أمر نتطلع أن تستفيد منه أسبانيا. التأكيد أنه كان لأسبانيا دور في الدعم للحزمة الاقتصادية اللي يخدم الاتحاد الأوروبي على توفيرها. بصفة عامة كان دائما مواقف أسبانيا في الاتحاد هي داعمة لتنمية العلاقة فيما بين الاتحاد الأوروبي ومصر سياسيا واقتصاديا وثقافيا وأمنيا. مجالات التعاون فيما بين الجانبين لمواجهة التحديات المرتبطة بالإرهاب بالهجرة غير الشرعية، دائما كانت أسبانيا في طليعة الدول التي تؤكد بأن مصر دولة يعتمد عليها للتعاون الوثيق مع إسبانيا على أرضية المصالح المشتركة. سوف نستمر، وأنا واثق أنه إسبانيا سوف تستمر في دفع هذه الجهود، وأن العلاقة بفضل هذه الجهود مع الاتحاد الأوروبي تتطور، ولكن العلاقة الثنائية أيضا على الأرضية من الثقة والرصيد التاريخي مؤهلة بأن تشهد خلال المرحلة القادمة مزيد من الاهتمام المتبادل. شكرا. أنا from TVE. Thank you. شكرا. Hello, my name is Ana Jiménez. Español ministro. Bueno, usted acaba de hablar de que كم تحدثتم على أن هذه الدولة تلعب دورا هام فيما يتعلق بالوسيط ما بين سلام، نأمل في سلام. تحدثنا عن السلطة الفلسطينية، ويجب أن يكون هناك إيقاف للنار، إيقاف للنار لا نرى بادرة لها. فبالتالي هل هناك تاريخ أو خطة على المدى القريب، هل سوف نتمكن من إيقاف النار بصورة دائمة؟ وأيضا أرغب في أن
أسأل سؤال آخر فيما يتعلق بالمرحلة المنطقة في غزة، هل هناك منطقة نفتح رفح، هل ممكن أن تتفتح معبر رفح بحيث أن نسمح بدخول كل العربات وكل ما يمكن المساهمات التي يمكن أن نقدمها؟ شكرا جزيلا لكم. Sobre el alto el fuego, sí. بوقف النار كما قال وزير الجمهورية وزير الخارجية، نحن تحدثنا هو هدف أساسي أن نحصل على وقف إطلاق النار. أما فيما يتعلق بمتى سوف نتمكن من الحصول على هذا، ولا مصر ولا إسبانيا ولا الاتحاد الأوروبي، نحن جزء من هذه الحرب، وبالتالي ليس في أيدينا أن نحدد تاريخ لإيقاف هذه الأعمال العدائية، ولكن ما نقوم به أن نضع كل القوة السياسية التي لدينا من أجل الدفاع عن هذه الفكرة والمطالبة بها، المطالبة بها دائما وطلبة كل الأطراف المعنية، لأن في هذه الأوقات نحن نتحدث عن 30,000 مواطن شهيد إنجاز القول، وبالتالي ما علينا أن نقول وعلينا أن نضمن دخول المساعدات الأساسية، أن نضمن حصول المساعدات الإنسانية، وفي ظل هذه الظروف الصعبة يصعب أن تصل هذه المساعدات الإنسانية، خاصة علاوة على إيقاف النار يجب ما نطلب به دائما، علينا أن نجد حل سلمي دائم حتى أن يكون هذا إيقاف النار ليس لهذه الحرب ولكن دائم، حتى أن منطقة الشرق الأوسط تكون منطقة آمنة بلا حروب. تحدثنا عن وصول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح وكل المناطق الحدودية يمكن أن نفتحها، ولكن طالما الوضع فيه حرب لا نرى إمكانية للوصول المساعدات الإنسانية. نرغب أن نفتح كل المعابر حتى نتمكن من إيصال المساعدات، لأن أسبانيا ضعفت في سلاسة كل المساعدات التي ترغب في تقديمها، ولكن بسبب هذه الظروف الحالية يصعب أن تصل. وأعتقد أن هذا المواطن الفلسطيني عانى أكثر بكثير مما يستطيع أن يتحمل. Said that the Rafah crossing should be open to be able to provide greater assistance. So I will respond in English so that my message is clear to you. The Rafah crossing has never been closed. It was closed initially 3 days at the beginning of the war because it was were destroyed. And that the Egyptian government, within the span of 24 hours, when the bombing of the crossing, the intentional bombing of the crossing was no more, was able to repair the roads in the span of less than 24 hours for assistance to enter. This crossing is initially a people's crossing. It was never designed for crossing of trucks, but we amended it so that it could support the crossing of trucks. For all our efforts, we have been applying in coordination with the United States, with the Israeli government, and the procedures necessary to maintain the safety and the distribution of the assistance. And thereby, there were restrictions placed related to vetting that restricted the volume of trucks that can enter. At the current level, and this is the highest level, there are daily 200 trucks entering Gaza. This is far below the needs. Under normal circumstances, Gaza was receiving 600 trucks a day. So we recognize that the numbers of trucks are insufficient. There is a long line of trucks waiting to enter, but are subject to the procedures of vetting that must be complied to so that the trucks can enter safely, that their drivers are not targeted, that they are received on the other side by the UNRWA, which is distributing the assistance. It is necessary to also recognize that it is the responsibility of the occupying power to deal with the humanitarian situation. And there are six other crossings that Israel controls and that should be open to humanitarian assistance. But Rafah crossing is doing everything possible. It has never been closed. It continues to provide, can provide more than 200 trucks a day if the resolution of the Security Council 2027, if 2720, and if
the procedures that are enforced on the crossing are more facilitated. So we need to understand what are the circumstances that we have the capacity for Rafah to increase the level of assistance flowing from it. There's in Arish, from Arish almost to Rafah, a long line of trucks that are waiting to pass and will pass on a 24-hour basis if the authorization is given to them. So we have to place the responsibility of what is happening where it should be, and that there should be no misconception that Egypt is any way restricting or is in any way not responding to the needs of the Palestinian humanitarian needs. تفضل استاذ سمير عمر من السكاي نيوز العربيه. صباح الخير على الوزير. سؤال يعني استكمالا لما قالته الزميله من اسبانيا. هناك افكار الان عن ممر بحري لادخال المساعدات وتحالف دولي للولايات الامريكيه انجلترا ودول عربيه قطر والامارات، وايضا هناك اتفاق بتحالف دولي لانزال جوي في شمال رفح، شمال غزة عفوا. برأيك يعني واضح ان اسرائيل بتتعاطى بشكل ايجابي مع هذه المبادرات، لكن هل ما زالت اسرائيل بتعرقل حسب الرواية المصرية دخول المساعدات عبر المعابر البرية باعتبار انها هي المكان الانسب لدخول المساعدات؟ وسؤال اخر او ربما يعني جانب اخر من السؤال، ما يتعلق بجهود مصر للوساطة؟ تحدثنا اليوم أو وصلنا اليوم عدة أخبار عن الجانب الإسرائيلي أو الجانب الأمريكي على أن هناك أفكار جديدة للوساطة قدمت لمصر وقطر. هيكون يعني جميل لو أضأنا بعض الملاحظات في هذا الجانب. شكرا جزيلا. فيما يتعلق ب ما تم إثارته حول توفير المساعدات الإنسانية لأشقائنا الفلسطينيين في غزة، مصر بالتأكيد تسعى لزيادة حجم المساعدات، وأي وسيلة تؤدي إلى ذلك نحن نرحب بها، سواء كانت وسائل برية جوية بحرية، لأننا نستشعر كل يوم ثقل ما نشاهده من معاناة، ما نشاهده من أطفال أصبحوا يلقون حتفهم في المستشفيات نظرا للجفاف، لعدم وجود المياه، لعدم وجود الطعام، الجوع، وأوضاع في الحقيقة غير مقبولة أن تستمر. فمرة أخرى أؤكد بأنه مسؤولية دولة الاحتلال أن تراعي الاحتياجات الإنسانية للمواطنين المدنيين. لديها 6 معابر يجب أن تكون جميعا مفتوحة. رأينا كمية المساعدات التي تم إلقائها من الطائرات وهي كلها محدودة في حجمها نظرا لحمولة والمخاطر اللي نشأت عنها من حيث الأضرار بالمدنيين التي المفروض تخدمهم. لابد أن نقدر أيضا أنه ما هو مطروح بالنسبة للممر البحري في وقت لإنشائه مقدر بحوالي 2 شهر، وما نفعل حتى 2 شهر؟ هل يستمر الأطفال في أنهم يموتون انتظارا لإنشاء الميناء العائم بعد 2 شهر؟ ففي الحقيقة لابد أن نتعامل بواقعية مع هذه الأمور، لأن حياة البشر معرضة للخطر بشكل يومي، إذا لم أكن كل ساعة وكل دقيقة. فالأمر يحتمل أي نوع من التأخير، والمتاح لدينا هو الآن الممرات البرية، سواء المعبر رفح، وإتاحة الفرصة للمعبر بأن يوافي بأكبر قدر من الشاحنات، وده وارد إذا ما تم تخفيف الإجراءات، إذا وضعت الأمم المتحدة وفقا لقرار المجلس الأمن الآليات لإجراء التحقق داخل غزة، وبالتالي تسريع وتيرة المساعدات بدلا من التحقق منها في أماكن أخرى، والخضوع لتعمد في تأخير التصريح لها لأغراض متصلة باستمرار حالة الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني في غزة. فمرة أخرى الأمر لابد أن يتم
مراعاة الوضع الإنساني الغير مسبوخ الحادث الآن والأضرار الواقعة على المدنيين الأبرياء. يكفي هذا العدد من القتلى حتى الآن من الأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين بصفة عامة. لماذا يتم عقابهم بهذا الشكل والمخاطر ووجودهم في العراء وعدم ورود المساعدات؟ فيما يتعلق بالوساطة، نحن نعمل بكل جهد علشان نصل إلى وقف إطلاق النار، الإفراج عن الرهائن المحتجزين الفلسطينيين، إتاحة الفرصة للمساعدات أن تنفذ بشكل آمن، إتاحة الفرصة للأنروا أن تستلم وتوزع هذه المساعدات. ومرة أخرى هنا لابد من التثمين والإجلال للدور اللي بتلعبه منظمة الأنروا والمحاولات للانتقاص من هذا الدور أو التشكيك في دور الأنروا، دور حيوي لا تستطيع أي منظومة أممية أخرى أن تطلع وفقا لهذه الظروف، أن يكون قد راح من موظفيها حوالي 120 لقوا مسرحهم. فأي اتهامات لا يجب أن تشمل المنظمة وجهودها ومسؤوليتها وتضحياتها، وإنما يجب أن نلتزم بالقواعد بأنه الممارسات الفردية لا يجب أن نعممها على الموظفة على المنظمة وموظفيها بصفة لا تتسق مع حتى مبادئ العدالة. فنعمل على الوصول إلى تسوية. طبعا التفاصيل أمور حساسة لا نخوض فيها، لكن هنستمر في هذا العمل لأنه هو الوسيلة الوحيدة. ليس هناك صراع إلا أن يأتي في مرحلة ولابد أن ينتهي من خلال التفاوض، والصراع والحرب في غزة ليست مختلفة عن هذا الوضع. سؤالك.